ما حكم الصلاة في الغرفة في أبراج مكة المطلة على الحرم المكي بسبب شخص يأخذ أدوية تثقل حركة؟ لا حرج، يصلي مع الإمام إن هو رأى الصفوف الخلفية. قد نص على هذا جمع من مشايخنا المعاصرين، قالوا هذا يعني الغرف المطلة على الحرم إن هو رأى الصفوف الخلفية فيكون قد تابع الإمام لاتصال الصفوف بالنظر وبالسماع.